السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتورة. الله يخليك. صباح الخير دكتورة. صباح النور، أخباركم إيه؟ طمنوني عنكم. الحمد لله بخير دكتورة. يا رب دايما. الحمد لله. يا رب على خير. جاهزين نبدأ؟ دكتورة جاهزين. ان شاء الله. صباح الخير دكتورة. صباح النور. بلال بلال. بارك يا بلال، عارفه. الله يسلمك يا رب. والله بخير الحمد لله. خلينا نذكر بعد كده ان انا بعت لكم رساله يوم الجمعه على امتحانات الميدل، ان شاء الله هتكون بعد العيد. ماشي الكلام؟ ايوه امسكي. ايوه والله والله يا بلال، لحد وقتنا هذا ما عنديش فيدباك بخصوص البرنامج، يعني التوقيت، ولكن ما دام بعد العيد يبقى احنا اوريدي على طول، يعني ما اعتقدش هيبقى في فاصل، يعني الاسبوع اللي بعد العيد مباشره. لكن امتى بقى بالظبط كيوم كساعه لسه ما فيش جديد بهذا الشان، بس اوريدي الامتحان هذا القبل، لسه ما نشوف ايه الوضع. انا ما عنديش معلومه محدده بخصوص اللي هيبقى الامتحان، وقت المحاضره هيبقى امتى، كل ده هنشوفه لسه. اوكي يعني اسبوع حاضر ستي بيبين. يجوز. عموما زي ما انتم شايفين، اول ما بتجيلي اي معلومه في اي توقيت ببعتها لكم على الواتس على طول. ماشي الكلام؟ الله يخليك. بس اللي ليكم ان انتم تعرفوه ان في امتحان ميد خلاص، عليه 20 علامه، تمام؟ بالاضافه ل يبقى توزيعه ال 50 علامه، امتحان ميد ب 20 علامه و 30 على الاكتيفيتيز الاخرى المطلوبه منكم. ماشي؟ ماشي. يعني وارد طبعا السيمينار اللي مطلوب مش عارفه ده ضمن الاكتيفيتي، وارد ان يكون في بس في اساينمنت اخر او في اخر مطلوب. يا جماعه الناس اللي فاتحه المايك، اذا نلخص اللي احنا قلناه تاني علشان تكونوا معايا. نلخص اللي احنا قلناه، اذا احنا عندنا امتحان ميد من 20 علامه، ماشي الكلام؟ بعد العيد اول ما تيجي معلومه عن ميعاده امتى هبلغكم بيها. واصل صوتي؟ دكتوره معاكي. طيب يبقى امتحان ميد عليه 20 علامه بعد العيد، اول ما يجي الموعد هبلغكم بيه. دي نقطه. نقطه ثانيه، ماده الميد او المحاضرات او الموضوع متحدد، أول شابتر اللي إحنا خلصناه خلاص، الثيوريتيكال بيزيس أوف كوميونيكيشن، ده الموضوع مادة الامتحان، يبقى تدرسوه. هو اتشرح وتراجع كمان مرة عشان الناس اللي سجلت متأخر وعندكم التسجيلات، فما فيش عندي أدنى مشكلة، صح كده؟ الله يسعدك دكتور. يعني يا رب يخليك. يبقى كده إحنا مطمنين لمادة الميد بمواعيدها، أول ما يبقى نتبلغ بميعاد أو ببرنامج معين على طول المعلومة هتكون عندك. دي نقطة. نقطة أخرى إن أنا عندي ال 50 علامة اللي هم التجميع، 20 منهم رايحين في سكة الميد، 30 إن شاء الله بيكون ال 30 على واجبات مختلفة، منها أي هوم ورك مطلوب، الأسايمنت، السيمينار اللي طلب منكم، الريتن عليه الجزء الريتن عليه علامة، الدسكشن فيه عليه علامة. ادي كده احنا ده انا كنت محددهولكم من البدايه 20 علامه، لسه ما تبقى عندي 10 علامات.
10 على 100. العشرة دول إن شاء الله بس تخلصوا من رفع السيمينار، وهنحدد على مدار الأسبوع أجندة على مدار الأسبوع الحالي مواعيد تقديمكم ليه، هيبقى بعد العيد بأمر الله نحدد تاسك آخر أو أسايمنت آخر عليه إيه؟ عليه العشر علامات. أوكي؟ تمام دكتور. أوكي. خلاص؟ أوكي. استبيلة في أي استفسار؟ عرفنا توزيعة الخمسين بقى؟ خلصنا منها. والخمسين الفاينال إن ربنا أدنا عمر في الامتحانات الفاينال إن شاء الله في الجامعة. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نسمي الله. عموماً بس يا جماعة اللي حاضر معايا دلوقتي في قائمة البارتيسيبنت يكتب لي اسمه على قائمة الشات. خلاص؟ خلاص أوكي يا دكتور. خلاص. احنا طبعاً اتكلمنا عن types of communication، حددنا كل الأنواع اللي عندي. احنا باقي جزء صغير في موضوعنا هنكمله ونفتح فيه موضوع آخر إن شاء الله تعالى. اتكلمنا عن one way، two way، serial، interpersonal، والميكانيكال والفيسيولوجيكال والسايك والفيربال والنون فيربال والفورمال والانفورمال. تمام. كل هذه الانواع اتكلمنا فيها بتفاصيلها وانتقلنا لي ايه هي بعد انواع الكوميونيكيشن، ايه هي الكواليتيز اوف جود كوميونيكيتور. اتكلمنا على ان هو اول كواليتي انه هي نوز، يبقى عارف. واتكلمنا فيها المقصود بالمفروض الاشياء اللي يعرفها، سواء كانت الاهداف تبقى واضحه، الاهداف من الكوميونيكيشن تبقى محدده وواضحه، يبقى ملم بالاودينس اللي هيحضروا ليه، خلفيه هذه الاودينس من نيدز انترست ابيليتيز بريديسبوزيشن لاخره، يبقى عارف المسج اللي هيبعت بيها، محضر الكونتنت من مصدر فاليد، تبقى المسج دي يوسفل وامبورتنت بالنسبه للاودينس، يبقى عارف التشانل زي ما اتفقنا اللي هيبعت من خلالها المسج، وتبقى التشانل مناسبة للأودينس ومتناسبة مع خلفية الأودينس أيضا، يبقى عارف إزاي يعمل تسلسل منطقي للمسج وإزاي المعالجة المطلوبة ليها، يبقى عارف البروفيشنال أبيليتيز أند ليميتيشنز أيضا. كل الكلام ده اتكلمنا فيه. ويبقى تاني كواليتي هو يبقى he is interested in his audience and its welfare، يبقى مهتم بالأودينس اللي هيحضر له، بالمسج اللي بيوصلها لهم، وازاي ان المسج دي هتفيدهم او هتساعدهم، يتابع نتائج الكوميونيكيشن وتاثير المسج عليهم، يعمل لها ايفالويشن، يبقى مهتم بالكوميونيكيشن بروسس والكوميونيكيشن تشانلز، ويقدر يستخدم التشانل الاستخدام الامثل والصحيح، ويبقى عارف لو في ديفكت او ديفيسيت معين، يبقى مهتم بتحسين الكوميونيكيشن سكيل لديه. الكواليتي الثالثه يبقى بريبير، عامل بريبيرنج او بريبريشن البلان وبريبيرنج للكوميونيكيشن ماتيريال، الماده اللي بيبعت بيها، الاكويبمنت المستخدمه، بلان الريزلت ايفالويشن اوف ريزلت، يبقى بريبير للسكيل المطلوبه، سواء كان من اول سيلكتنج المسج، تريتنج للمسج، اختيار الرساله، معالجتها، تعبير عنها، اكسبريسنج، سيلكشن اند يوز اوف تشانل، اختيار واستخدام القنوات اللي هيبعت من خلالها الرسالة للأودينس. اتكلمنا عن البرنسبل، تمام، وقلنا ان الكوميونيكيشن المفروض ان هي تبقى في اول برنسبل كونفكشن، تتسم هذه المبادئ بالاقناع، appropriate to situation، مناسبة للموقف، الكوميونيكيشن يبقى لها objectives و purpose، و promote total achievement of purpose. كلها principle بالإضافة لأن الcommunication represents the personality and individuality of communicator، بتمثل شخصية المتحدث وخصائصه. Communication ليها special preparation. The communication بتتم من خلال personal contact. Communication should be oriented to interest and the need of receiver. Communication should be familiar من أول اختيارنا الموضوع واللغة اللي هنستخدمه ومصطلحات ومفردات اللغة المستخدمة وطبيعة الموضوع نفسه، يبقى familiar لجميع الأطراف.
communication should seek attention. لازم الكوميونيكيشن تمس احتياج واهتمامات الريسيفرز, وبالتالي اضمن انتباههم. الكريديبيليتي مهمه جدا, المصداقيه, بالاخص لما بنعتمد استخدام ريسورسز معينه. الكوميونيكيشن بروجرام بنستخدم الفاسيلتيز اللي موجوده. وبعدين انتقلنا للباريرز اللي هي اخر اوت لاين عندي في هذا الموضوع. ايه هي المعوقات اللي بتؤثر بالسلب طبعا على الكوميونيكيشن, barriers in communication. اتكلمنا عن ايه بقى؟ جانب البيرسونال الشخصي اللي هو فيه ايه بقى؟ عايز اسمع منكم. language دكتور طبعا لغة. اللغه لازم نبقى لازم علشان تبقى الكوميونيكيشن effective نستخدم لغه مشتركه, صح كده؟ ما ينفعش ايه, ما ينفعش نستخدم اللغة اللي هي الأداة الأساسية اللي هنعبر من خلالها عن الجزء الفيربال وبلغات مختلفة أو بمصطلحات داخل اللغة مش مفهومة, مش كده؟ لما بتعامل زي ما اتفقنا مع فئة الأطفال لازم أستخدم المفردات اللي تتناسب مع سنهم. لما بتعامل مع ناس من خلفية تعليمية أو مؤهل علمي أو تعليمي معين أو طبقة معينة نستخدم مفردات اللغة اللي تتناسب. المنتال ستيت الحالة الذهنية للشخص, احنا ذهننا صافي, عندنا استعداد, عندنا قبول للآخر. القدرات دي كلها ليها تأثير من عوامل الشخصية اللي ليها تأثير على الكوميونيكيشن. البرسوناليتي كومبلكس قد ايه الكلاكيع والعقد والتركيبات الغريبة اللي داخل الأشخاص. في ناس عنوانهم الأساسي كده أو الرئيسي انك تنفر منهم, ما تبقاش متقبل تماماً فكرة إن يبقى بينك وبينهم أي نوع من التواصل. في ناس بتتعامل مع الآخر بفوقية شديدة, يعني عفواً شايفة اللي حواليها دول كائنات ما لا ترتقي مرتبة البني أدمين. فدي عقد في 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 نوع, في ناس بهذا الشكل. يعني في ناس لما ما بتحسش إن هي يعني عفواً يعني بتحس بنفسها لما تتكبر على اللي حواليها. وكل ما الشخص ده يبقى فجر يعني يمكن بيبقى ملفت لنظرنا حاجة معينة, للأسف هي شيء سيء شوية عندنا. يعني عدم الالتزام بالمواعيد, تمام؟ عدم الالتزام بالمواعيد من الأشياء السيئة قوي على فكرة يعني. وفي ناس بتتمتع بكده بالأخص لما تبقى ناس فجر, يعني لما يبقى حد مدعو وعنده إلقاء كلمة أو محاضرة الساعة 10 ما ينفعش يجي الساعة 10, ما ينفعش هو يجي والناس لسه تكون بتيجي الناس اللي هيسمعوا له ويجي بعده, لا 10 دي تحذف ال 11 مثلا. لا أنا كل ما أبقى حد كده في مكانة مرموقة, دي عقدة عند بعض البشر. يعني كل ما يكون الشخص كده في مكانة مرموقة لازم ما يبقى مش ملتزم, لازم يجي في معاد بعد كل الناس ما تبقى موجودة, واللي إيه اللي يبقى فرض نفسه عليهم. لا دي كلها تعقيدات جوه الشخص, عقد وكلاكية. التعامل بفوقية, التعامل بعنجهية, التعامل بكبرياء, البايس والبريجاتوس, التحيز. في ناس تحسها يعني انت ترفض التعامل معاها لانها بتميل للتعامل مع ناس من طبقه اجتماعيه معينه او طبقه اقتصاديه معينه او مهنيه معينه. دول عندهم نوع او من معتقدات معينه, دول ناس عندها فكره التحيز وفكره عدم العداله. في ناس البيهيفير بتاعها امبيشنز, غير صبوره. من ضمن الكاركترستيك في ناس عندها ما عندهاش القدره على الصبر, ما عندهاش القدره على التحمل. فكره الكوميونيكيشن عشان تبقى ناجحه معتمده على الاخذ والعطاء, معتمده على المشاركه في الحديث. في ناس ما عندهاش القدره دي. يمكن احنا عندنا بالنسبه لمرضى السايك في ناس امبيشنز من المرضى اللي هم المرضى المانيك اللي عندهم المانيا اللي هو الهوس. المريض اللي بالشكل ده اللي في فتره الاتاك اثناء الاتاك والمانيك اتاك ما بيبقاش عنده القدره على الصبر انه يصبر لغايه ما يجي دوره على الكلام, لغايه ما يجي دوره ويتكلم. يبقى دي ايه؟ دي خاصيه, بس للاسف خاصيه سلبيه او سيئه. في ناس عندها الاتيتيود بتاعها انهيبيشن زي ما اتفقنا, سلوكها محبط. يعني ايه محبط؟ يعني دايما شايفه الامور بالشكل السلبي, دايما شايفه نص الكوبايه الفاضي, دايما ردود فعلها وتفاعلاتها فيها نوع من الاحباط. فده برضو ضمن البيرسونال بارير اللي ليها تاثير على الكوميونيكيشن. بتعامل مع شكل مع حد بالشكل ده او بالسلوك ده يعني شيء غير مرغوب فيه.
الهوسبيتاليزيشن بالنسبة للمريض من الباريرز. الكالتشر فاكتورز، العوامل الثقافية. احنا عارفين ان كل مجتمع وله موروث ثقافي معين، تمام؟ يمكن احنا فيما بيننا المجتمعات الشرقية بنتشارك الجانب الثقافي بشكل كبير، ولكن في بعض داخل مجتمعاتنا، بعض المجتمعات الفرعية الأخرى ليها ثقافات شديدة جدا. يعني مثلا نتكلم عن مثلا، خلينا نتكلم على مثال عندنا في مصر، مثلا في محافظات الصعيد ليهم ثقافة معينة. صعب شوية ان الناس اللي من الثقافة الفرعية المتشددة دي تتعامل معهم وتحس بأريحية. ليهم مفاهيم، ليهم معتقدات، عندهم موروث ثقافي معين. فالاختلاف الثقافي ده بيوجد صعوبة في الكوميونيكيشن. ايه كمان ضمن البارير؟ الايج اند سكس. الايج لازم نبقى فاهمين ان اللي منخاطبه مين، ونحاول نقرب له من اي فئه عمريه. حد كبير في السن قوي، طاحن في السن، ولا حد طفل، ولا حد في مرحله مراهقه. وعارفين كويس قوي ان الشباب او الاشخاص في مرحله المراهقه بيبقى لهم سلوكيات معينه، بيبقى لهم ايضا مفردات معينه وتعليقات وقفشات معينه. لازم نبقى فاهمين الايه، اللغه والمفردات اللي هم بيستخدموها علشان تبقى الوضع، يبقى الكوميونيكيشن فيما بيننا تبقى ناجحه. طيب ده كان الكلام بالنسبه للبيرسونال باريرز. في عندي بارير اخرى، في الجانب الفيزيكال، فيزيكال كومبلين او فيزيكال امبيدمنت، وجود مشكلات بدنيه معينه بتاثر على او تعد ضمن البارير لنجاح الكوميونيكيشن. حد عنده مشكله، حد عنده فيزيك، حد بيتالم، فيزيكال بين، ايا كان، فيزيكال كومبلين، اي عارض او اي او اي ساين او سيبتوم او اي كومبلين بيشتكي منها المريض على مستوى الجانب الاورجانيك او الفيزيكال، فهي عائق يؤثر على الكوميونيكيشن. مش بس الجانب الفيزيكال، السايكولوجيكال ايضا، العامل النفسي. حد في حاله من بيمر بنيجاتيف ايموشنز معينه، حاله من الانجر، انكزايتي، tension، sadness، ايا كان، اي عائق او اي مشكله نفسيه او اي عارض نفسي يؤثر ايضا على نجاح الكوميونيكيشن. تمام، خلينا نشوف كده، لما نبقى متضايقين ولا متوترين ولا قلقانين ولا خايفين ولا ايا كان نوعيه الايموشن اللي احنا بنمر بيها، بالاخص النيجاتيف منها، بيبقى عندنا استعداد او قابليه ان احنا نتواصل مع حد. حتى لو تواصلنا بيبقى هذا التواصل مش ناجح. ايه كمان ضمن البارير؟ ميكانيكال فاكتورز. ميكانيكال، يعني احنا دلوقتي التواصل اللي بيننا شكله ايه؟ ميكانيكال كوميونيكيشن، مش كده؟ من خلال استخدام ديفايس. مش بنستخدم وسيله دلوقتي، اللي بيستخدم مننا البي سي او اللابتوب او موبايل. طب لا قدر الله لو هذه الوسيله فيها اي ديفكت، فيها اي حاله من حالات المال فانكشن، ايه اللي هيحصل؟ ده هيأثر على نجاح الكوميونيكيشن. مش واحنا كده شغالين ومتفاعلين والامور تمام، فجأة يفصل النت، فجأة يحصل اي مشكلة في الديفايس اللي احنا بنستخدمه، هيحصل ايه؟ هيحصل انتربشن، مش كده؟ فبالتالي الميكانيكال فاكتور له دور في نجاح الكوميونيكيشن في حال الميكانيكال كوميونيكيشن. ايه كمان ضمن البارير؟ education difference. الeducational difference برضه من الاختلاف الكبير. لان زي ما احنا اتفقنا، الشخص بالباك جراوند اللي بينتمي اليها بيأثر في اللانجوج اللي بيستخدمها، بيأثر في الاتيتيود بتاعه. احنا ليه ممكن يعني نقول ايه، بيكون في صعوبات احيانا في تواصلنا مع الاخر اللي من طبقه، احنا كلنا بشر، مش قصدي ان انا بستخف بحد، بس مع بعض الناس اللي هي الجهله بعمق شديد، بيبقى فيه صعوبة شوية. ليه؟ لأنه مستوى التفهم فيما بيننا، الاختلاف الجوهري في مستوى التعليم بيوجد صعوبة. ده بيوجد صعوبة إن أنا بقى لازم أنتقي المفردات، ولازم أستخدم أمثلة للشرح وللتوضيح. يعني إحنا مثلا لو بنعرض موضوع معين يخص شريحة الأمهات، الناس البسيطة اللي هو من طبقة اجتماعية بسيطة، المستوى العلمي يكاد يكون زيرو مثلا، حالات الجهل او الاميه، لازم ناخد بالنا ايه؟ لازم علشان اضمن ان الماده اللي انا بوصلها دي تبقى مفهومه وحققت الهدف منها، لازم اختار
أبسط المفردات، لازم أنتقي المفردات المناسبة ليهم، لازم أستخدم أمثلة كثيرة توضيحية، ويكاد أكون بستخدم لو بستخدم بوستر أو تشارت عشان توضح بالشكل أو باللون. لو أنت هتتكلم مع مريض خلفيته التعليمية بسيطة جدا وهتكلمه عن علاجه، ما ينفعش تستخدم الاسم العلمي أو الاسم التجاري، هو مش عارفه بالشكل ده، هو يكاد يكون مثلا لو عارفه بالاسم التجاري ده نعمة، بس ممكن بعض المرضى تلاقيه عارف الدواء بلونه بحجمه بشكله مش كده. فهنا الاختلاف في مستوى التعليم ده بيوجد صعوبة، إن لم يكن إحنا ناخد بالنا من المفردات اللي إحنا هنستخدمها، من الموضوع وإحنا بنحضر له، من المسج اللي بنبعت بيها، وإذا كان في بعض الأحوال بنستخدم وسائل توضيحية أو بالصور أو برسومات لأخره عشان نضمن إن المسج واضحة واصلة وواضحة ومفهومة. إيه كمان ضمن البارير؟ organizational barriers، عوامل بقى إيه داخل المكان نفسه، تمام؟ عوامل ليها علاقة بالorganization داخل الorganization نفسها. إحنا داخل المكان في خدمات، في أشخاص بنتعامل معاهم، في facilities معينة. لو أنا بقول داخل الكلية أو داخل القاعات ما فيش إمكانيات، هيبقى في مشكلة ولا لأ؟ في مشكلة. في مشكلة. يعني هنفترض إن إحنا نرجع تاني بالسلامة للعملية التعليمية بشكلها التقليدي، لازم داخل القاعة يبقى في قاعة محددة ساعتها تتسع العدد الطلاب داخل الشعبة، في إضاءة كافية، في تهوية سليمة مش كده، في الفاسيلتيز اللي مطلوبة للعرض صح، في بوليسي داخل هذا المكان بتتيح العملية التعليمية أو بتيسر العملية التعليمية، في قائمين على الستاف اللي موجود. كل دي عوامل اسمها إيه؟ organizational. دي عوامل ليها علاقة بالمكان اللي احنا فيه. المكان اللي احنا فيه قد يكون فيه باريرز زي ما احنا اتفقنا، دي ليها تاثير بالسلب على نجاح الكوميونيتي. احنا كده هنهينا هذا الموضوع. في اي سؤال او اي استفسار بخصوصه؟ اي سؤال او استفسار؟ نعم دكتوره. طيب خلاص احنا كده هنهينا، خلينا نعمل نفتح في موضوع آخر هيكون بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة بالظبط، أيوة كده الموضوع الثالث، بس خليني أعمله شير. لسه في ناس في قائمة البارتيسيبانت يا جماعة ما سجلليش أسمائهم على الشات، اكتبوا على الشات. ها في حاجة يا بلال؟ يا بلال طيب وديتك على البرايفت أنا عادي. طيب خلينا نبتدي في موضوعنا الجديد. هنا موضوعنا بعنوان structuring relationship، يعني هنتكلم عن الايه relationship. ايه المقصود بقى بالrelationship؟ أو مبدئياً إيه هي الأوبجكتيفز؟ هنتعرف على define the meaning of therapeutic relationship. إيه معنى therapeutic relationship؟ identify لي الcharacteristics of a relationship. إيه هي خواص a relationship؟ وdifferentiate between helping and social relationship. وإيه هي أوجه الاختلاف ما بين الهيلبينج والعلاقة اللي بيني وبين المريض اللي هي الهيلبينج أو الكيرينج أو البروفيشنال والعلاقات الأخرى في حياتي، تمام؟ أول نقطة هنتكلم فيها define أو definition of therapeutic relationship. يعني إيه therapeutic relationship يا جماعة؟ دكتورة هي علاقة علاجية بين المريض والممرض. تمام، يبقى هي نيرس، نترجم اللي انت قلتيه نيرس كلاينت، نيرس كلاينت او نيرس بيشنت ريليشن شيب. هو مبدئيا ايه الفرق بين الكلاينت والبيشنت؟ دكتورة الكلاينت مش ضروري يكون بيشنت، البيشنت بيكون كلاينت يعني بيحتاج خدمة، لكن الكلاينت ضروري يكون بيشنت. البيشنت بيكون هوسبيتالايزد،
تمام. الكلاينت ممكن اي شخص او اي فرد انا بتعامل معاه داخل الكوميونتي، وممكن يبقى مش شرط ان يكون بيشنت. الكلاينت مش شرط ان يكون بيشنت، تمام. يعني من منطلق الليفل اوف بريفنشن، انا عندي اول ليفل اللي هو ايه البرايمري ليفل اوف بريفنشن. انا هنا بتعامل مع كلاينت ولا بيشنت؟ اللي هو هذا الليفل معني بالهيلث بروموشن واند مينتنس مع كلاينت. ده مش مريض، ده شخص سليم زي زيك او زي اي حد، ما عندوش اي مشكله. ولكن الهدف عندي هنا ايه طبقا لهذا الليفل؟ ان احنا عايزين نرقي او نعزز من مستوى صحته كده. البيشنت لازم حد يكون ايه بيعاني من ديزيز وهوسبيتالايزد، وهوسبيتالايزد تمام، وموجود داخل الايه المستشفى. طيب يبقى اذا الثيرابيوتيك ريليشن شيب هي بين قوسين، بين قوسين مرادف ليها ايه؟ ثيرابيوتيك يعني علاجي، صح كده؟ يبقى هيلبنج، يبقى كيرينج، يبقى بروفيشنال. نيرس كلاينت او نيرس بيشنت ريليشن شيب. طب ايه هو الديفينيشن بقى؟ الثيرابيوتيك ريليشن شيب ان نيرسينج براكتس از كونسيدرد as a basic building block. يعني هي ايه اللي عندي؟ العلاقه عندي اثناء ادائنا او اثناء شغلنا لتقديم النيرسينج براكتس او نيرسينج سيرفيس هي تمثل بيزك بيلدينج بلوك، يعني وحده اساسيه، شيء اساسي، مش كده؟ ليه شيء اساسي؟ لانه انا علشان اقدر اساعد المريض، شغلي مع المريض بالشكل السيستماتيك معتمد على ايه؟ الفريم ورك بتاع شغلنا على جميع التغيرات. لا ثواني بس عشان نبقى ماشيين مع بعض. الفريم ورك بتاع شغلنا بتاع النيرسينج براكتس تراست ريليشن شيب، اه، بس احنا بنطبق ايه عشان شغلنا يبقى بالشكل السيستماتيك واقدر ان انا اساعد المريض؟ انا ماشيه على النيرسينج بروسيس، مش كده؟ على ملتزمه بيه، ده الفريم ورك بتاعنا، ده الفريم ورك، ده الاطار الاساسي اللي احنا بنشتغل بيه. الاطار ده اللي هو ايه محدد لي ان شغلنا بالشكل المنظم، بالشكل المنمق او المقنن، بيزد على خطوات. الخطوات دي بنبتديها بايه؟ بالاسسمنت، صح كده؟ وبعدين الدايجنوزس، وبعدين الدايجنوزس هنا المقصود بيها النيرسينج دايجنوزس، لان في ميديكال، احنا هنا مهتمين بايه؟ النيرسينج دايجنوزس. وبعدين البلاننج، وبعدين الانترفينشن او الامبلمنتيشن، وبعدين الايه ايفالويشن. كل الخطوات دي سايكل، دي سايكل احنا بنمر بيها، صح كده؟ السايكل دي ليها ايه؟ بدايتها الاسسمنت وصولا للايفالويشن، ووارد نعمل ايه؟ نعمل ريسايكلينج، نعيد الايه؟ البروسيس من جديد، صح كده؟ طيب شغلي بناء على هذا الفريم ورك بيتم في حدود ايه؟ العلاقه اللي بيني وبين المريض. يبقى اذا ارجع تاني واعيد ان شغلي مع المريض طبقا للفريم ورك المحدد في اطار عملنا، طبقا للفريم ورك اللي بيحدد لنا شغلنا يمشي ازاي، هو النيرسينج بروسيس. خطوات النيرسينج بروسيس كلها بتتم بناء على العلاقه اللي بيني وبين المريض. اذا هذه الثيرابيوتيك ريليشن شيب او هيلبنج ريليشن شيب او كيرنج ريليشن شيب او بروفيشنال ريليشن شيب كلها نفس المضمون، معناها هي بلوك، بيزك بيلدينج بلوك، وحده اساسيه تهدف لايه؟ اندرلاين اول بايوفيزيكال، مشتمله على انا لما بشتغل اول خطوه الاسسمنت انا بعمل اسسمنت للمريض بالشكل الهوليستيك، يعني بتناول المريض بشكل ايه كلي. يعني ايه بشكل هوليستيك او بشكل كومبرهنسيف؟ يعني انا من اول الاسسمنت لما انا بقيم المريض وبجمع داتا، بعمل داتا كوليكشن عن المريض، داتا تختص بالجانب الفيزيكال مش كده او البايوفيزيكال، وداتا عن الجانب السايكوسوشيال، الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، وداتا عن الجانب الكوجنيتيف اللي هو المعرفي او الانشطه المعرفيه والذهنيه. مش ده الداتا اللي احنا بنجمعها؟ ده الداتا اللي انا بجمعها، الداتا اللي انا بجمعها دي تساوي ايه؟ بروبلم ونيدز، احتياجات ومشكلات. بجمع الداتا
اللي بتغطي لي كل هذه الدايمنشن. يبقى اذا انا وانا بتعامل مع المريض من اول خطوه عندي في الاسسمنت، انا مش بعمل فوكس على جانب واحد، انا مش بعمل فوكس على جانب واحد بس، ايا كان المريض ده اورجانيك، عنده اورجانيك بروبلم، عنده سايكاتريك ديستربنس، ايا كانت المشكله اللي عنده، لا انا بغطي كل الدايمنشن، بغطي كل الدايمنشن. تمام؟ لانه من المفترض ان صحه الانسان مش مقتصر على جانب واحد، صحه الانسان الهيومن هيلث هي بتغطي اكتر من جانب، جانب الفيزيكال، جانب السايكولوجيكال او الايموشنال، الجانب السوشيال الاجتماعي، الجانب السبيريتشوال، الجانب الروحاني. اي تاثير بالسلب على اي جانب فيهم، اي جانب منهم بياثر على ايه؟ بياثر على الشخص ككل. تمام كده؟ اذا في علاقتي مع المريض لما باجي بناء على خطوات النيرسينج بروسيس بدايه من الاسسمنت، انا بعمل له تقييم لكل هذه الجوانب، بايوفيزيكال، سايكوسوشيال اند كوجنيتيف، وبيزد على الاسسمنت ابتدي ان انا ايه احدد المشكلات، وضع البلان، ونقوم بالانترفنشن، نشوف ايه الاجراءات المطلوبه لايجاد حلول لهذه المشكلات، ونعمل ايفالويشن للاهداف بتاعتي. يبقى اذا الريليشن شيب بيزك بيلدينج بلوك انكلودنج البايوفيزيكال سايكوسوشيال اند كوجنيتيف تريتمنت تشينجز. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ نحدث ايه؟ تغيير. تغيير، مش كده؟ لان من المفترض ان الشخص اللي عندي، عنده المريض اللي انا بتعامل معاه ايا كانت مشكلته، عنده ايه؟ عنده احتياجات ومشكلات في كل هذه الجوانب، صح كده؟ احنا عايزين نحدث تغيير. ديزاين هذا التغيير من اجل ايه؟ ديزاين تو امبروف كلاينت هيلث. هذا التغيير المراد منه هو ايه؟ نحسن امبروف هيلث كير. بالظبط، نحسن من مستوى صحه الايه؟ الفرد. يبقى ده مفهوم الثيرابيوتيك ريليشن، هو في سطور لكن انا وضحته لكم في تفاصيل. يبقى الثيرابيوتيك ريليشن هي الهيلبنج، هي الكيرنج، هي البروفيشنال، كلها نفس الفكره. خلاص كده؟ هذه العلاقه اللي بتتم بيني وبين البيشنت او بيني وبين الكلاينت، الهدف منها ايه او ماذا تعني؟ هي بيزك بيلدينج بلوك، هي اطار اساسي. تمام؟ من خلال هذا الاطار احنا بننفذ شغلنا بيزد على النيرسينج بروسس، كل خطوات النيرسينج بروسس. تمام؟ بنشتغل ازاي؟ من اول الاسسمنت وصولا للايفالويشن، بنشتغل على تغطيه المريض بشكل كامل. يعني ايه اغطيه بشكل كامل؟ يعني بشتغل على التقييم من البدايه خالص، اقيم مشكلاته واحتياجاته وايضا قدراته في كل الجوانب، سواء كان الجانب الفيزيكال او السايكولوجيكال او السوشيال او الكوجنيتيف. ايه الهدف من كل ده؟ الهدف من كل ده احداث تشينج، اللي هي الاهداف بتاعتنا، هي نحدث تغيرات، نحقق اهداف. تمام؟ تهدف لايه؟ تو امبروف ذا كلاينت هيلث. الريليشن شيب هي جول دايركتد، العلاقه بيني وبين المريض موجهه لتحقيق ايه؟ هدف. هدف، صح كده؟ مش احنا شغالين على اهداف ولا شغالين ارتجالي؟ شغالين على تحقيق الاهداف معينه. بالظبط، بدليل ان انا بعمل اول ما بعمل اسسمنت اللي هي بين قوسين بعمل داتا كولكشن عن المريض، بحط ايه؟ بلان، صح كده؟ يبقى انا جمعت داتا وبحط لها بلان. بحط بلان ليه؟ لان داخل هذه البلان في عندي سلسله من الاهداف، سواء بقى تصنف تحت الشورت تيرم او اللونج تيرم جولز، صح كده؟ الاهداف دي هي مهمتها ايه؟ بتحدد لي ايه الانترفنشن اللي انا هقوم بيه. ومن ثم في خطوه الايفالويشن بنرجع نشوف الاهداف دي ايه اللي اتحقق منها وايه لسه بتحققها او لا. بالظبط، ونعمل ريسايكل من جديد في حال عدم تحقيق بعض منها. فاذا هذه العلاقه هي جول دايركتد، موجهه لتحقيق تلك الاهداف اللي هي معنيه ب تو امبروف ا كلاينت هيلث. يبقى الجولز دايما حطها في ذهني كده واعمل عليها سبوت، تو امبروف كلاينت هيلث. العلاقه دي هيلبنج، مش كده؟ مش هي من عنوانها اسمها ثيرابيوتيك؟ عنوانها عنوان علاقتي بالمريض ايه؟ علاجيه. اسمها ايه بقى؟ تراستنج ثيرابيوتيك. تراستنج، لانها لازم 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 تبقى مبنيه على الثقه او تحقيق الثقه والحفاظ عليه. ثيرابيوتيك،
يبقى هي هيلبنج فوكس. طيب ما دامت هيلبنج عشان نبقى فاهمين مع بعض، فاذا العلاقه فيها العلاقه باعتبار ان هي طرفين، فيها في واحد هيلبر اللي هو الكيرر او النيرس، وفي واحد هيلبي يبقى في حد يحتاج مساعده. يبقى في حد بيقدم الهيلب وفي حد بيستقبل الهيلب، مش كده؟ مين اللي بيقدم الهيلب؟ الهيلبر او الايه الكيرر النيرس. ومين اللي بيستقبل هذه الهيلب؟ اللي هو البيشنت بتاعنا اللي هو ريسيبيانت اوف هيلب. تمام، يبقى العلاقه جول دايركتد هيلبنج فوكس ذات كاركترايز ا ريليشن شيب من عنوانها. يبقى العلاقه دي اللي العلاقه دي من عنوانها هي في ايه؟ في اهداف، وفي عشان نحقق الاهداف هنساعد هنقدم الهيلب او الاسيستنس اللي مطلوبه للشخص اللي فيه وضع حاجه. Characterize a relationship as a therapeutic. In this type of relationship, هذا النوع من العلاقات، ماله بقى؟ Two separately existing individuals. يعني أنا عندي فيه طرفين، تمام كده؟ فردين. مالهم؟ Come together for sole purpose. الاثنين اللي هو النيرس والكلاينت أو النيرس والبيشن، الاثنين دول في بينهم العلاقة دي لهدف واحد. For the sole purpose، لهدف واحد. إيه هو بقى؟ of helping one of them. بس كده، يبقى حد فيهم بيساعد وحد بيتلقى هذه المساعدة. تمام؟ الهدف the client achieve the maximum level of self-care functioning and well-being. يبقى تصب المساعدة اللي أنا كهيلبر بقدمها للهيلبي في إيه في النهاية؟ إيه الأوتكم منها؟ إن نرتقي بمستوى يبقى نرتقي بمستوى الويل بينج لدى الشخص، وحينها سيصبح قادرا على تحقيق او الوصول لاعلى مستوى من القدره لتحقيق السيلف كير نيدز. تمام؟ هيصبح قادرا على تلبيه احتياجاته الاساسيه. الثيرابيوتيك ريليشن شيب with a client requires a considerable amount of time. العلاقة بتتطلب مننا ايه؟ بتطلب مننا وقت، مش هي time limited، في وقت صح؟ يبقى بتتطلب هذه العلاقة لعامل الوقت، باعتبار انه العلاقة بتمر بمراحل 1 2 3 زي ما اشرنا في نظرية بيبلو وهنأكد عليها تاني. طيب المراحل دي يعني معناها ان بتستغرق وقت من البداية للنهاية. ايه تاني العلاقه في احتياج اليه؟ ثوت، تفكير. مش انا دلوقتي هيلبر، في اي حد هيلبر او كيرر مننا ما بيفكرش في الشخص اللي محتاج منه مساعده، ما بيفكرش فيه ازاي يقيد احتياجاته ومشكلاته، ما بيفكرش فيه ايه الحلول الممكنه وينسق مع المريض او مع البارتيسيبانت في هذه العلاقه. محتاجه تفكير ولا مش محتاجه تفكير؟ طبعا محتاجه تفكير، من متطلبات هذه العلاقه. محتاجه ايه كمان؟ سنسيتيفيتي، ان احنا نحس، يحس باللي قدامنا. ما هو انا لو ما حسيتش بيه ازاي هقدر اساعده؟ يبقى لازم احس بيه، لازم احس بمشكلته، لازم احس باحتياجاته، لازم احس في انرجي كمان. وانرجي، برافو. ومحتاجه كمان طاقه، لان في مجهود بيبذل. فبالتالي هذه في نقاط الريكويرمنت، ايه الاحتياجات او ايه الاحتياجات لهذه العلاقه؟ ومجهود، تفكير، احساس بالاخر، دي احتياجات اساسيه. طيب علشان على فكره السيشن على وشك النفاذ، اللي ما كتبش اسمه في قائمه الشات، لان انا شايفه ان في 21 بارتيسيبان، يا ريت تكتبوا اسمائكم. في عندي النقطه اللي هنتكلم فيها هي كاركترستيك للبوند اوف ذا بوند ان نيرس كلاينت ريليشن. خصائص البوند يعني ايه؟ بوند يعني لينك، رابط. رابط، بس مش الرابط اللي احنا بندخل بيه على المحاضره، لا، ده رابط انساني. يعني ايه رابط انساني؟ يعني نوع من الاتاتشمنت، ها؟ اللينك القوي اللي بين انسان وانسان اخر. فالعلاقه، العلاقه اللي بيني وبين المريض علاقه ادميه، علاقه بشريه، بين انسانيه، بني ادم وبني ادم اخر، تمام؟ الرابط اللي في العلاقه ده له سمات اساسيه او له صفات اساسيه، وده اللي احنا هنتكلم عنه بكره ان شاء الله تعالى، لان احنا وقتنا بينتهي. اي سؤال او استفسار؟ اي سؤال؟ انا الله يعطيك العافيه دكتوره. يا رب دكتوره،
تفضلي بسرعه اغلبك. هلا الماده اللي لازم نحملها لازم تكون 5 بس ميجا بايت، ما تقدر تزيدين اياها؟ لا مش من عندي والله، لو انت سحبت السؤال مش من عندي.